يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من خارج المملكة قال لي إن امرأته عابدة. قال لي رجل من خارج المملكة قال لي إن امرأته عابدة وتقول إنها تسمع أذان الحرم وهي خارج المملكة ويخرج من فيها رائحة مسك، فهل هذه تعد كرامة لها؟ الله أعلم، ما أدري. تسمع الأذان يمكن بالجوال ولا بالإذاعة، حطت شيء خفي وتقول أنا أسمع. التخريف اليوم كثير والكذب. نعم.